اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة بيتي، انا شوشو. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل البطاطا المكرملة مع بعض. الطريقة سهلة وكمان ولا هنحطها في الفرن ولا هنسلقها، وبتطلع بجد نتيجة هايلة وما بتاخدش وقت معانا. هو في دقايق بنكون خلصنا البطاطا تسوية، وكمان الطعم بيكون حكاية. وزي ما انتوا شايفين البطاطا مكرملة وريحتها مش قادرة اقول لكم، جميلة جدا. وكمان بصوا مستوية خالص اهي، بصوا اهي، بصوا احلى بطاطا ممكن ناكلها بالطريقة ديت، وكمان ريحتها حلوة قوي. هنعمل الفيديو سوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. ولو هنعمل مع بعض البطاطا المكرملة بدون شوي في الفرن وبدون سلق. البطاطا طبعا انا غسلها كويس جدا، نكون غسلينها لان احنا عارفين هي بتبقى مليانة طينة. وبنجيب الحلة اللي هنسوي فيها البطاطا، هنتاخد كده البطاطا والحلة بتاعتنا اهي. كل اللي احنا هنستخدمه بطاطا وسكر والورق، ورق ابيض عادي، الورق ده مش هنبله خالص، ورق زي ما هو كده ناشف اهو. هنحطه في الحلة من تحت كده اهو، هو ده اللي هنسوي فيه البطاطا. بس اهم شيء يكون الورق ابيض اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو. حطيت في الحلة الورق اهو، وهنرص البطاطا في الحلة. طبعا انا بشيل الحتة اللي هي هنا دي للبطاطا اهي، فوق وتحت كده، وبرص البطاطا. الطريقة دي حلوة وجديدة وبجد بتطلع البطاطا طعمها حلو جدا اهو. بشيل اللي فوق ديت والحتة اللي تحت دي برضو اهي كده، وبرص البطاطا قدامكم. ما بتاخدش معانا وقت وجديدة، وكمان بتستوي على طول، ما بتاخدش وقت في السوى زي ما بنشويها في فرن البوتاجاز. وفرن البوتاجاز طبعا بتاخد وقت في الشوي بتاعها، ديت مش هتاخد معانا 10 دقايق. وطبعا الافضل اللي احنا نجيب البطاطا الرفيعة اللي زي كده، مش هتاخد معانا برضو سوى، ولو كبيرة برضو هتستوي، بس الافضل الصغيرة اللي زي ديت هتستوي معانا على طول. نرصها بس كويس كده في الحلة اهي، وهنحط اهو زي معلقتين سكر فوق البطاطا كده، وهنكمل بقية البطاطا نرصها فوق بعضيها عادي كده اهي. وبرضو هنحط معلقتين سكر كده نرشهم على البطاطا عشان تتكرمل معايا البطاطا. بصوا اهي، وبكده رصينا كل كمية البطاطا. دول 2.5 كيلو بطاطا، هنحط عليهم زي نص كوباية سكر. بصوا اهي، وهنغطي البطاطا كده برضو بورق، برضو ورق ابيض ومش مبلول، ما نحطش عليه مية اهو.
هنقفل كل البطاطا كده بالورق. كده اهو قفلنا كل وش البطاطا بالورق الابيض. دلوقتي هنغطيها بالغطا عادي الحلة وهنحطها على نار عالية. حطينا البطاطا على نار عالية وهنسيبها 7 دقايق على النار لغاية لما تنزل البطاطا المية بتاعتها وكمان السكر يتكرمل. وهنغطي كده الحلة علشان تنزل المية تعرق البطاطا وتنزل ميتها والسكر يتكرمل، وهنشوفها بعد 7 دقايق. البطاطا بعد 7 دقايق انا لسه حطاها على نار عالية، هنشوفها مع بعض اهو. الورق لو اصفر كده عادي ما نقلقش، هنشيل الورق واوريكم البطاطا ونشوفها اخبارها ايه. بصوا اهي هي نزلت المية بتاعتها البطاطا، وكمان انا هشيل كده بطاطايه ولا اتنين، هي لسه طبعا ما استوتش عشان اوريكم الكرمله. بصوا اهي، بصوا الكرمله اللي تحت ديت اهي، ده السكر مكرمل اهو زي الفل. هنبتدي دلوقتي نوطي على البطاطا ونسيبها تستوي. برضو هنحط البطاطا اللي انا شلتها اهي وهنغطيها بالورق وتكمل تسويتها. هتطلع احلى بطاطا ومش قادر اقول لكم على ريحتها. بصوا اهي هغطيها كده عشان تستوي بالبخار وهخليها على نار هادية. بعد ما وطيت النار خالص على البطاطا نفتح نشوفها بقى بعد 5 دقايق. الورق شوفوا البخار بتاع البطاطا عرق الورق ازاي. بصوا اهو هشيله عادي وهنحطه تاني وهنشوف البطاطا اخبارها ايه. هي لسه ما استوتش، هي لسه قربت تستوي يعني لسه شويه. هننطق، هنشيل نمسك الحله كده وننطق الحل علشان الكراميل السكر اللي كرمل من تحت يبقى فوق وتحت كده. وكمان البطاطا اللي استوت تحت تكون فوق، واللي ما استوتش هي اللي تكون لسه تحت. بصوا كده اهي، بصوا البطاطا، بصوا جميلة ازاي من تحت. كده معاكم اهي، بصوا مكرمله وجميله اهي. بعد ما قلبنا البطاطا هنحط عليها برضو الورق كده اهو ونغطي بالغطا عشان البطاطا تنزل المية بتاعتها وتستوي. بعد ما سيبنا البطاطا كده هنشوفها مع بعض استوت ولا لا. انا على فكرة فتحت عليها وقلبتها كده، نطقت الحلة مرة كمان علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنشوفها مع بعض استوت ولا لا. بصوا اهي استوت وبقت جميلة، هي طبعا سخنة وطبعا انا مقلباها اللي تحت مستوية واللي فوق مستوية. بصوا اهي مستوية كلها، مش قادرة اقول لكم على ريحتها والكرملة اللي فيها. هنشوفها مع بعض. البطاطا بعد ما استوت مش قادرة اقول لكم، جميلة جميلة جميلة، ريحتها حلوة قوي ومستوية حلو وما خدتش وقت معانا كمان في تسويتها، والكرملة اللي فيها مدية لون وطعم حلو قوي للبطاطا. البطاطا بجد طعمها حلو قوي، انا دقتها وريحتها جميله والكرمله اللي فيها دي مخليها جميله. بصوا قد ايه مستويه، ما خدتش وقت معانا خالص. طبعا في فرن البوتاجاز ما بتتشوي وبتاخد وقت، دي ما بتاخدش وقت، ما خدتش معايا ربع ساعه. وبصوا قلبها مستوي اهي،
جميلة. بصوا اهي، والكرملة بتاعتها بصوا اهو، السكر المكرمل جميل قوي ومديها ريحة وطعم حلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. لأول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. اقول لكم سلام وانتظروني فيديو جديد.